جود مورنينج جود مورنينج. رح تنقذوا شوي. معقول بلش ببرجر؟ هلا جينا لهون قبل انبسطنا هون, الانترنت كتير سريع منشان هيك رجعين تنطلع الفيديوز تبع النهار اللي بعده. وقالت لي طب اوكي طالما اخذت الترويقه فيني ادوقك شيء برجر طالما على الغدا ما عم تجي. حكينا بالموضوع انه اتس ستريت فود بليس وكثير تحمصتنا فيه اسمه استريلا, وقالت لي هير فيفورت ضو عيونها هي عم تحكي هو هيدا الشيء. اتس ذا مكسيكان برجر, شقفه اللحمه كتير واضحه وسميكه, في جواكامولي, بندوره مفروم صغير منا كبيره وسميكه, شقفتين بيكن من فوق سميك ومستويين, الخبزه بين ايدي يعني تحت ايدي حاسسها قديش طريه. واو من قلع شكلها بالصوره كثير كثير حلوه يعني. انجد انجد فليفرز بقلب التم كتير حلوين كتير حلوين. في لحمة احساسة مكسيكي, في بيكن كتير لذيذ مع شوية هيك سويتنس كتير حلوة, في جبنة شادر مظبوط بس مش احساسة تشيب, جواكامولي تحت. very good stuff very good stuff. واللحمة منا ملبدة منا ملزقة, أربع لايرز بيكن. This is breakfast. أنا ما بتاكل صوصات على بكرة؟ ما بتاكل قوارمة على بكرة؟ ليش لا؟ بطاطيتهم طيبين. الترويقة بدها تحلية. ايش هون في شيء كريمي مثل اللبنه, ريحه هذا الدسير حلو كثير, موزيتهم ريحتهم حلوه, فيري فريشنج, وريحه الفانيليا بقلب الوافل. جود ستاف, انجويبلي سويت, فيري جود كواليتي وافل and whipped cream and Oreo. عن جد شاطرين. رجع لهون على قد روح على برودوس بشوف المفلو اللي هو الانيمال تبع المنطقه. اوكي وبدنا نشوف السكلامال اللي هي نبته قبرص, وبدنا نشوف الارز كل هول كل هول. طيب ومشوارنا بكفي, وهلا اذا بنطلع على منطقه ترودوس بدنا نشوف السيكلاما والمفلو والارز. نسيت شيء؟ شو نسيت بعد؟ نسيت انه بدنا نروح على اعلى مطرح الاولمبيس. يلا من بافوس متركن ومنقلكن انه مشوار بكفي ساعه ونص طريق تنطلع نكتشف الجبال. كثير عبالي شوف الجبال, قبرص اكثر بكثير من البحر ومن السياحه. بتذكر اول مره طلعت على بعلبك قلت بعلبك اكثر بكثير من القلعه, فهلا قبرص اكثر بكثير من السباحه والبحر والتشميس. Thank you.
منظر بعقد. انا ما راح اخبركم انه قاصدين نجي لهون ونقلكم انه نحن فكرنا فيها لانه نحن بكنيسة ومش عم نكذب. بس فتح الباب فتنا على هالمحل وقفنا بالغلط لانه كنا عم ناخذ صور لدرون وفتشنا على جوجل مابس وقرينا. واو من المناظر كتير حلوين، من الأجر كتير حلوين يلي من مال في حجر وزخرفة ونحت بالحجر، من مال في أرميد قديم وبارم لونه على خشب، من مال في دهان على الحيطان، كنيسة جوا رائعة، قناطر رائعين. حتى لو البيوت هون ما فيهم قناطر، هذا الدير فيه كتير قناطر. فعم جرب شوي هيك التحليلات أو وكنا عم نحكي على الطريق انه ما شفنا كتير كنايس او ما شفنا وجود للعذراء كتير واز بتطلع بوجنا. اوف يعني when it's meant to be it's meant to be. مارك وانت كمان لك شقفة من هالموضوع. ايه عن جد والله، وكله بالصدفة مثل ما انت قلت. يعني اكتشفنا الاسم صعب، يعني مش هيك رح نترجمه دغري. اسمه السيدة تبع الجولدن بومجرانيت، يعني هن الرمانات الذهبية. في كذا خبرية ميشن نيتشر ورمان زابطة، واحدة منهم أن هي سيمبول الفيرتيليتي الخصوبة. كان بلكي عم بيحكوا عن عذراء وعم بيحكوا عن أفروديت قبل هون. في فيرسيون بتقول أن المنطقة كلها كانت معروفة برماناتها. هلا anyways في بيقولوا كمان أنه في مونك اسمه إيغناسيوس بال 1152 لقى أيقونة للعذراء على البحر، جابها لهون وعمر الدير من وقتها. والدير كتير مهم، ب 15 أب مثل عنا بيحتفلوا كمان بعيد السيدة. وشغلة كتير كتير مهمة، في جوا إيكون كمان بيقولوا أنه مرسومة من أيام لوك، يعني عم نحكي عن لوكا واحد من الرسل الأربعة. شغلة كتير مهمة. وهلأ قالوا لنا أنه فينا ننزل نصور الواين، كتير معروف بأحسن بداية الجزيرة كلها. هون في الأبرامون ميوزيل القديم وصاروا عندهم واينر كتير حلوة قريبة منهم. نحن أول ما وصلنا على الباب طلعوا فينا هيك خمسة، وقفوا خمسة قدام الباب، بيناتهم الأبونا سكتوا، قالوا لنا هاي سكتوا، هاي سكتوا، قالوا لنا بعدين انت من وين؟ قلنا لهم من لبنان، قال اه اوكي تفضل. ففي محبة بين بعض كتير حلوة. على الحيطان وين ما كان في، ما في تصوير، ممنوع تصوير، ممنوع تصوير. وإذ ما خلونا يعني ما قالوا لنا هلا، وهلا عم بيعزمونا ننزل على الواينري. قبل ما ننزل خلينا ناخد وقتنا ونفرجيكم تفاصيل هالدير، بيستاهل برمي وحده. يلا موسيقى. وصلنا على الواينري، كل المعدات القديمة، يمكن البريس كله على الإيد، تحت العقد. عم بجوا أطلع على هالدير من برا من جوا، القناطر اللي هي بتشبهنا كتير، الفخار القديم اللي بتعرفه من زمان، البيت كان ينعمل بالفخار. وهون عاملين متحف صغير، ليش؟ لأنه بيداتهم بطلوا يعملوهن هون، بيداتهم صاروا يعملوهن بغير محل وفتحوا لهم معمل بعدين.
الانفورس الكبار هول الفخارات الكبار يلي بيحلم كل واين ميكر يكون عنده اياهم. نحن بلبنان ما وصلنا على هالكبر لانه استعملناهم العرق 1794 وبعدين نبيد هون نبيد مضبوط بهالقوض بهالخبيات بعدهم بيعملوا نبيد بس مش هون نقلوا على معمل تاني. شو هالاكتشاف واو مرة تفتيكو 2019 ايوس إلايس 2020 رح اخد كم قنين نجربهم وعندهم هون 1997 dry red wine بيجرب. كنا عم نحكي عن بيت انه مهم ما كنت عارف انه ببيعوا حتى هون فنحن ظاهرين ما شفت بيت مفتوح والست قاعده هون قلت اساسا بنشجعهم بنفعهم وبناخذ البيت بندوقهم اذا صار لنا الوقت نرجع نفتح بهالحلقه من دون ايوس الايس شكله مثل مارليس يمكن ايوس اندرونيكوس خلينا نطلع بالبراندينج البراندينج مرتب نافر كل التفاصيل اللازمه ريدي فور اكسبورت كيو ار كود عم نحكي هاي انجن عم نحكي مرتب مش نبيد الدير هيدا السويت واين تبع الضيع فشكله انا بقول ندوق وحده هون ندوق وحده هون؟ اوكي انا فتحها بالغتالة هون بقبرص فكرت هلا بالسيارة كنا عملنا بارتي منجرب بنفتش برا في كافي انا هول انين صغار 3 ب 5 يورو سعر عندهم كتير منيح الانية الكبيرة ب 5 وفي ب 10 هلا نبلش بالابيض ريفيوز على فيفينو ار انترستينج 3.5 2.6 بس على 800 ريفيو ففي في عجقة منيح صايرة هلا نبلش بلشت دراي نوز منه سويت كوبر شوية حديد هيك الشعب انا بعمل حلقة انا كل هوست طعمتهم كوبر لانه نحن بقبرص لازم نوصل هالفكرة مظبوط موجودة على العلم موجودة على العلم علم قبرص ملون باللون الكوبر لأنه كانوا كتير معروفين هن هون بالكوبر دراي yes. كتير خفيف على التم شوية مثل إذا بدنا حد ما بحب القهوة الآسية القهوة اللي طرية ما في سويتنس أبدا ما في فروتس it's not even floral دراي هيك شوي بذكرني بالخشب بالحديد بال هيك شتويه واذا انتبهت ولا انا ولا انت ما قرصنا ما سعلنا صح بيوتيفل ستارت بيوتيفل ستارت واحد رح نكفي على الروزيه مع انه لازم نكون عم ناكل شيء ولازم نكون عم نحط مي بتمنا لا لا ما عم ناكل على البريك ايه فما ناكل يعني بريك بناكل تمام انت خلينا نسمع انتقاد شو بك لونه حلو هون قلنا اكثر شوي على مثلا هيك رمانه very soft very subtle اوف مع شقفة جبنة بيطلع بيعقد هيدا اللي بيقولوا له الروزيه اللي خارج بحر خارج بطيخة خارج I love it خفيف بيعبي التم منه بايخ منه احمر ومنه ابيض something in between بس very interesting بيتاكل مع قعدة ميزة بارتياح كاسك لك الجواب تبعه تبعت من كفه على الاحمر لون حلو
لون كتير حلو، لون احمر مارون اسود، يعني هاللون الانتنس البوردو الفلوتي. ريحته خفيفة. اوف كتير خفيف، ما بعرف اي سنة مش مكتوب عليها، بس كتير خفيف، ما في طعمة خشب، ما في تعتيق. هيدا شافت لحم حمرة، لأنه خفيف على التم. Very nice. كلهم عندهم اسامي اوريجينال. It's a good rich wine. قريب على القلب وما بده كونيسور، بيشربوا مين ما كان. شيراز، ايوس الياس، جزينيستيري اللي هن اللوكال فرايتي، ايوس اندرانيكوس، يعني كلهم اديسين. مرانا اديسي كمان. وهون عندنا شيراز مرة تفتيكو، شيراز كمان مرانا. هيدا اللي انا ما بعرفه اذا كثير منيح، زينستيري. زينستيري هو العنب اللي هون بيزرعوه على الارض مثل ما شفنا بحتشيت. الروزي والاحمر معمول من زيت الفرايتي. كول شيراز هونيتون. اميزنج ديسكوفري، اميزنج الدير، صور القصة من بداية بيوتيفل. وإلى نحن ما نقينا نجي لهون، حدا بعتنا. كيسك بعد مرة. تشيرز. When it's meant to be. مناظر بتقطع النفس. طلعنا من المدينة، قطعنا كل الواين فيليجز، يعني عاملين شيء اسمه واين تورز. في واحد يعمل سفرة كاملة بس للواينريز، وفي كتار عملنا 55 معترف فيهم. وبعدين طلعنا بلشنا نفوت بالجبال على التلة، حسيت حالي بعكار غابة العذر. بعدين فتنا على محمية أرز الشوف، غابات مسكرة على بعضها، كتير سنوبر وشجر تاني كمان. تنشوف مارك وين ضاع. وين صرنا يا مارك؟ ولا صرنا بمطرح كتير حلو. بعد شوي رح نوصل على غابة الأرز، بس هيدا إذا بدك الإيكو سيستم دغري اللي قبله. هون في عنا سنوبر اسمه بينوس بروسيا، بس حوالي في كل الشجر التانيين اللي كتير مهمين. يعني بشو بتتميز؟ خاصة بالبيستاشيا كنا عم نشوفه، بس هون عم ببلش نوع شجر ما شفناه كتير قبل، اللي هو نوع سنديان. هلا هون اسمه كويركوس النيفوليا، هو ورانا هون بس كتير هونيك. هيدا بتشوف ورقتها مختلفة، يعني جدا واضحة، لأنه ورقتها هلا لو في البلوطة كنا شفناها، ورقتها بتشبه الآلن، يلي هي الآلن شتلة دغري هيك، بتعرف إنه هي ميزة. هون عم بتبلش تكتر كتير، أكيد دايما السنوبر هو أعلى إتاج، بس دغري هولي في تحته مع بطن. عم نشوف كتير شجر بنشوفهم من ترانين موجودين هون، والنباتات يلي على الأرض. بس مرة تانية بقول لك، لو نحن بما هون في شي ثلاث نباتات جدا مهمين، بس ما عم نقدر نعطي اسمهم 100% لأنه ما في زهور، بس في سيست، في أنواع من اللامياسي، شي رائع هون كيف عم تتغير الإيكو سيستم كله. طيب عندي سؤال بعد ما حكينا فيه، ليش ما عندهم زعترنا؟ لأنه الأوريجانو تبعنا سيرياكم هو ما إجا هلا من هون جزيرة، هو إذا بدك الامتداد تبعه تركيا، أردن، سوريا، فلسطين، في منه بسيناء بمصر، بس ما في منه بقبرص. في غير زعتر عندهم أنواع، بس ما عندهم الأوريجانو سيرياكم تبعنا.
الزيادة لأنه قلت لك في كل الشجر بس ما كنت منتبه له وين كنا واقفين. دغري لما بتشوف شجرة من الترانية جذعة أحمر بتكون الأربيتوس يلي هو الأطلب يلي دقنا امبارح ما حبيناه. وهون كمان لتشوف قديش الفوري مكتملة في عنا أكيد الحنبلس يلي هو الميرتوس كومينيس. وكل ما هيك بعد على الطريق بتشوف السيست يلي هي هون. لو عنا زهرتها لنعرف إذا هيدا بيضة أو شو كنا منقول أي سيست. ونباتات رائعة هيدا أنا عم تريجر تشوف إذا هيدا من الوحدات يلي كتير مهمة للآيلند بس ما في الزهرة. هلا منشوف بعد شوي. هيدا أنا هلا عم تريجر لأنه بعرف العائلة اوكي. عاده لما بتشوف في اوبوزي يعني كل ورقه لها ورقه وفي هون التيش كاري اذا بتطلع عليها يعني احنا بعائله لمياس. هلا تعرف هذا النبته عايز زهور عايز اكثر كاركترستكس. راسي ما قدر حدد بين 30 شتله فبدنا ناخذها شوي نشوف اذا كنا لكن نلاقي زهره. وهذا مش عيب اقوى بوتانست بالعالم اوقات من دون الزهره والفواكه ما فيهم يسموا النبته. كيف عرفت انا مربع مزبوط يعني يعني متعلم من هذا الموضوع انه هول الناس اللي بيكونوا ماشيين. انا بعرف انا بعرف سري شبق كلمات من قل له تيك بريك هيدا من قل له مثل اللي بيعرف ويدا انه بين تذكر انه ماشي بويدا انه بين من قل له روح داير ونه اتنين روح. بقول بالانجليزي happiness comes in many forms. واحد ساعات بيوصل لهون وبيشوف يعني انواع الاشجار من ميل، الرواء من ميل، احترام الطبيعه من ميل، النظافه من ميل. واو. والشجرات والارزات يعني الارزات بميل والدنيا كلها بميل. قبل ما نفوت نحكي عنهم نتعلم عنهم هن الشجرات الاساسيه اللي احنا عنا اياهم بس منهم بقدم تبعنا يعني عم بيقولوا ماكسيموم 500 سنه. هتا نفرجيهم الجنة اللي احنا واقفين فيها. يال
متفرج مش علمي. نحن معودين انه ساعات بتقول غابة ارز او محمية ارز، يمكن 90% منها ارز، يمكن عنا اعلى وما فيها هالقد بايودايفورسيتي قوية. نحن وصلنا على محل الاساسي بالنص تبليشة غابة الارز، وشفنا انه ما في نص متر مربع على الارض ما فيه ما بعرف كم نوع شجر. شو منبلش نكتشف هون وشو منتعلم من هون؟ معك حق، يعني هون الغابة كتير كبيرة، بس الأرز هو مع أنه الدومينانت سبيشيز مخلى غيره يعيش معه، يمكن لأنه منهم قدام كتير، يمكن لأنه ما بيعلوا قد أرزتنا، يمكن لأنه ما بيقطع معزه القد، في كتير أكيد أشياء تنفسر له. شو عم نشوف؟ عم نشوف الألوان، هلا بدك تفرجينا درون شوتس بعدين، الألوان كتير رائعة، فمبين قديه في السنديان معه، يلي هو ما له علاقة بالسنديان تبعنا، اسمه الكويركوس ألنيفوليا، قلنا عنه قبل، بس كمان معه أطلب حتى حد المي في دلب. عم نشوف كمان من بعيد شفناهن كتير سنوبر هون، وعم نشوف معه هون كتير انترستنج إن شاء الله نلاقيهن عن قريب، عنا أنواع للزب. في اثنين هون، في الجينيبرس فيتيديسيما وفي الفينيسيا. كيف نعرفهم من بعدهم؟ عم نرجع نقول هذا الموضوع، أنا من بعيد ما في أعرفهم، بدي أكسر قلبيول. الفيتيديسيما فيها بزرة أو اثنين، بينما الفينيسيا فيها من 3 إلى 8، سو اكسر تعرف اي وحده. تنوع كثير كبير، ومش بس تنوع بالشجر، في تنوع شتل هون بهالمنطقه اذا ماني غلطان بجبل ترودوس في 11 ديفرنت هابيتات تايب. نحن ما حنعمل هايك، اذا عملنا هايك كنا بنشوف عده هابيتاتس. فيها 3 نباتات محميه لانها اندمك، في حيوانات، في كل هالحياه هون. في عنا الإعلام اللي ما عم بيخبر هالبارت تبع قبرص، يعني نحنا أنا ولا مرة بشوفهم ولا مرة فكرت. ساعات كانوا يقولوا لي في حرائق بقبرص، ما كنت أعرف إنه شو يعني. وهلأ فهمنا ليش في حرائق أكتر، وليش الدفاع المدني وقف هون حدنا. صح. قاعد بس ناطر، مش مسحة ولا نص متر مربع ما عليه أو نباتات مغطى أو شجر. وكنت عم بتقول تقريبا صار في 5 أو 6 أنواع شجر من هول الشجر اللي إحنا معودين عليهم. في غابة أرز، غابة للزيب. صح. او غابه شوح وغيره، سنديان و... صح. خلي الدرون يحكي لانه فعلا جنن. الشمس كيف عم بتفوت من ميل لميل، كميه انواع الاخضر اللي موجوده، ريفلكشنز اللي عم تطلع، السنجاب من هون، العصفور من هون. تعرف انا شو عم اجي على راسي؟ مش حلو كتير رح اقوله، بس هلا عم اجي على راسي هيك انه قد ايه في شيء غلط بالانسانيه، انه بس نحن هون 5 أشخاص وتحت في شيء 70,000 واحد. حتى نعيش الاجواء من فوق بالدرون. ما عبالي هز ابو حلو. بترسم وبتحب الرسم، بقول لك هون إلك. إذا بتحب الأخضر هون إلك، إذا بتحب الرواق هون إلك. كمية الأخضر والألوان رائعة، ونحن مش بالربيع. أكيد بدنا نرجع بالربيع، أكيد أكيد أكيد. هي زيت الأرز، بس في اسطوره بتخبر كيف صارت هون. مزبوط، اذا بتطلع حوالينا في سنوبر كثير، بيقولوا انه العذراء كانت تقطع كثير بهذه المنطقه، ان كان اوقات في عده اخبار، يعني منهم انه كانت تجي تزور اليعازر
هيك هلا كانوا كل ما تقطع العذراء السنوبر اللي هون كان ينحني له. فلا هي عمليا تباركهم حولت السنوبرات اللي كانوا ينحنوا للأرزات هيك بخبروا. ومشان هيك واحد من اساميها بالجزيرة للأرزة بسموها سنوبر العذراء. اوكي يس. هلا هي اسمها سيدرس بريفي فوليا هون هيك بسموها. نحن بركة اكثر احسن نقول لباني بريفي فوليا. ليش ورانا بتفرجة؟ لانه النيدلز تبع الورق تبع الأرز صغار كأن الفوليا يعني الورق صغار براف يعني هيك. مشان هيك الاسم الوانه هن زيتون عنا شوي اخضر شوي ازرق صح. كوزون اصغر شوي صح. يعني كأنه الايكو سيستم اللي انت قلته تبع المنطقة هون خلى يكون كوزا اصغر ورقتها اصغر بس نت اناف لتكون سبيشيز لوحده بس شو ما يكون يعني بعقده. لو مين بدي بوزه انا مثلك عم فكر لاول مره. هو بعد في وقفه وحده والغدا ساعه ونص من هون وصارت ساعه وحده ونص فنو واي ننطر. على هالاساس شفت محل حاطط دعايه بوزه رح ناكل بوزه او شيء ثاني بس نسند لساعه ونص لقدام. يا ساندويتش وات كايند اوف ساندويتش كم بتشيل بيكون توست وطماطم يس اوكي ايفرثينج 1 3 Put everything in the sandwich. Four. You want bacon? Yes, he eats everything. Four. Yeah, have my. Since you don't share, you'll have to. ترى فيني فتصور الساندويتش؟ لا. ترى بصور لك إيديك قلت لي فل من هون. هذا المدام صارت من أكثر الناس حبهم بالعالم. بهدلته بهدلة بس off the record. ما لحقنا. ساندويتش اوت اوكي not you the sandwich no sandwich here down I take pictures of my food I pay for my food I take pictures of my food ليه هذا بدفع حقك ليه تصورهم حط لي سامبا بالساندويتش طيب عبي هلا عم زفت عم تشحط داونتر I like to stand here ما بدأت بيانا الساندويتش Okay, let's go. A final sandwich here.
ما في بوزة. شو بيقول له مارك هلا؟ عندي فكرة. تذكرت شي. خليك معي. حول على الأدلة الطريقة. بدك؟ بيكون حلو شيء هلا. ما كتر. ضروري تصورك هنا كان شيء طيب. ما اتس فود شانل. اه. anyway وصلنا على المفلون اللي شغلة كتير كبيرة وقصة كتير كبيرة وهن حيوان البلد الأساسي. أكثر من الحمار اللي حكينا عنه قبل أو ناس مفكرته. تمشي 150 متر بين الشجر بنوصل ومنخبركن. نحن عم نطلع ورا الشبك وناطرين هلا بنشوف شيء هلا بنشوف شيء عم بيهربوا منا. واز بالطبيعه فلتانين ام وكل اولادها يعني فرقت معنا على دقيقتين ثلاثه بس لقيتهم من ورا. انترسب ما بعرف اذا هون بعتقد جوات الشبك هن الاولاد اللي عم بيكبروا شوي شوي والعائله اللي كانت هونيك اجت تشق على اخواتها او قرايبينها. هلا هو شكله مثل معزية البرية بس هو أكتر يعتبر خروف. اندمك لقبرص، كتير مشهور بقبرص، أكبر ماميفير بقلب المنطقة، معود للجبال، يعني شوي مثل المعزية الجبلية عنا السوداء، فهون زيت الشيء بيطلع بينزل وله دور كتير مهم خاصة وقت الأحراش لأنه وقت الحرايق لأنه بياكل منيح وبينظف الحرش. ورح تشوفه فرق كتير كبير بين الانتية والذكر يلي بتقوله مش معقول يكونوا زيت الشيء، شوي مثل عند الأسد يعني الانتية والذكر بتقوله إيه. فقاعدين على رواق بخافوا شوي من الإنسان بس هو ما هربوا منه الحمد لله. بيوتيفل عن جد التصويرة يعني مثل ما لازم. مارك الطريق كتير خطرة صح ضيقة يعني زمطنا 3-4 مرات مزبوط بس عبالي نخبرهم قديش حلو. ولا بيت ولا زبالة ولا بطون ولا كيس نايلون ولا كيس نايلون ولا بيت. أهم شغلة مش كل واحد اشترى بيت لأنه معه قرشان عمره بنص الجبل ونسي أنه هو ما في يكون قاعد ب 4000-5000 متر بنص محمية وبعضهم الأرزات عم بيلحقونا. حتى إذا انتبهت حتى لو تركنا من فوق بعد في وحدة متروكة هون وحدة متروكة هون. هذا البيزاج اللي بيكفي الخضار الرائع وماشيين عنا تقريبا ساعة كرمال 50 كيلومتر صح. قد ما الكواع قاسية وقد ما الطريق صعبة مثل الكواع المشنقة قديما بأرتبة. ييه شو ما تعلم من هالبلد للأسف نحن خربنا لدرجة ما بقى فينا نرجع لورا. بس هون على مد النظر اخضر على مد النظر هيدا المنظر لازم يشوفوه انتوني. Thank you.
لساعة ونص طريق بهالجبال. كواع كواع يمين شمال يمين شمال. اوف شغلة شغلة شغلة. على هالأساس جيب جاكيت مرتي. حياتي ميديوم. لكن بنرجع بنضب الجاكيت وبنقول له حياتي ميرسي. ساعة ونص جبال 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 خضار خضار خضار. محلات للبيكنيك ممنوع حدا تاني يظهر براتها. ما في محلات واحد يصف على جانب الطريق الا ثلاثة أربعة تا واحد ياخذ صور. وصلنا على النهر. صوت النهر واضح. هون في أكثر من ستة ووتر فولز بالمنطقة. شوي ذكرني ب رح ناكل تريت تراوت. ذكرني بمطعم النهر بباسكنتا بهالمحلات هيك بقلب الوديان. رح ناخذ جاكيت لنزلت الحرارة ل 16 كانت عم تشتي هلا فوق على الجبل. صرنا على علو 1300 متر. إن الله راد بكرة رح نفرجيكم أعلى نقطة هي 1900 متر. نهار سوبر طويل. صارت ساعة 4 بلشت تعتم هلا بعد شوي. بناكل تنقدر نفكر بعدين نحكي الباقي. I'm Elizabeth. The restaurant is Psilodendro. In Platres, we have our own trout farm and restaurant. I've been here for nearly 43 years. شوي مثل تريت سوموني بس منا 100% يعني حسب الاخر شو بتاكل. ففي لونه مش ابيض مثل ما شايفين لونه فاتح شوي على احمر. حطيت لها زيت زيتون عصرة حامض رشة ملح and it's good. تنبلع مثل الزبدة ما بدها حتى واحد جعلك. حسيت هون بمطعم هيك بيتي خفيف نظيف. ستات اثنين شكلهم انجليز بيستقبلوكم للساعة 5 بلشت تعتم. سلطة مرتبة بطاطا مقصوصة على الإيد بطاطا مسلوقة لونزة روعة حلوميتهم عظيمين. حبيت طحينة. عم بحب كتير طحينة بهذا البلد. عم بحب كيف الطحينة منا حد مثل طحينة عنا وبتتاكل مثل كأنها لبنة لبن وبتتاكل مع كل شيء. عم بحطها على الخبزة عم بحبها كتير. عم بكلها مع سمك. It is an enjoyable لونش اللونش. نتعشى بعد شوي. نحن تأخرنا هني مخصم فعشينا بعد شوي وطحينة مع بطاطا. اسكت يال انجوي لونزا again and again. وما عم بشبع ما عم بشبع من هالشقفة الكيورد هام يلي بتنطبخ أكتر من نهارين. بتاخد نهارين شغل بترجع بتتخمر وبتتعتق أكتر من ست شهور. مش عم بشبع من حلوماتهم يلي ما بيزيزقوا يلي ترايا يلي ملحهم خفيف. هيدي الخلطة مع بعضها هالكومبينيشن مع بعضها يلي برمت كل قبرص. يمكن مثل صحن حمص عنا أو صحن لبنة مع زيت زيتون. مين اخترعها ما بعرف. بعرف انه شي كتير مهم شي كتير 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 مهم. وين ما رحت برجع بكلها تشوف الفرق. كان سميكة أرق مالحة سموكي وريحتها وطعمتها شوي مثل كريسمس ماركتز بأوروبا. هاي عم لابي في الطابة بشوف على المطار إذا في منها اخذ معي. Grow pink only like this, see? Eh? See the pink? Yeah,
طلبنا نفتح المفتاح الباب كرمال ننزل نشوف التراوتس والترويت، ففكرت انه رح نشوف شوي كانوا بس كرمال المطعم. طلع عندهم مزرعه كتير كبيره مثل ما شفناهم عده محلات عنا بلبنان، يلي بيلفت النظر انه ما عندهم ابيض او بينك او سوموني، لانه حسب ما شو بتاكل السمكه، والسمكه هون شكلها بتاكل بس الكروبات الصغار. عندهم كمان حفش اللي هن الكبار، هيدا السمكه اللي شايفينه عم الخارة الصغير، وكلهم موجودين من اصغر لاكبر. المي عم بتضلها تبرم كرمال يضلوا يتهوى يضل فوت اكسجين، وطعمتهم طيبه. فبعتقد الاكل اللي بيطعمون اياه او الاهتمام الموجود هون اللي هو خصوصا قاعدين بعد اصلا موسيقى، يعني قاعدين على رواق، بيعمل منهم اكل طيب. شويه زيت زيتون، شويه حامض، ملح. انا تفضلت الملح الفلور دو سيل، وبتاكلوا شيء غير شكل. يلا بلش تعتم، تشيك ان على الاوتيل از نيكست ستيب. واو، منتظر كل شيء الا هيك. طلع اوتيل تاريخي، كثير ناس مشهوره اجت لهون، كثير من الملوك، من ال شو بسمون الهاي كلاس الانجليزيه ساعه الايام كانوا انجليزون كانت هون. الناس اللي تعرفنا عليهم لهلا كبار بالعمر. رواق، موسيقى كلاسيكيه جوا، الفونتين برا، سانست بعد شوي، الالوان بتعقد. رح اطلع شوف اوضتي، وكتير ناطر اني اقرا تاريخه لهالاوتيل وخبركم عنه. اوتيل الجبل القديم، شجر على اليمين، شجر على الشمال، طقس حلو، منظر حلو، والسانست ورانا. واو، I expected everything إلا هيك. فكرت رح نضلنا على البحر وعلى الرمل. ما قبرص جزيرة على البحر، طلع فيها جبال وطلع فيها جرود وطلع فيها escapes. يلا منحط غراضنا ومنركض على السانست ونشوف الضيعة. باقيين هون 3 ايام، في وقت. We'll be right back.
ضايع ما لقينا شيء، عتمه في سيارات بس ما في حدا يخبر. انجأ في اضوية الطريق حاطين هول اضوية البيت تبع الكهرباء اللي ما بيضوا اكثر من شوي. ف بكره الصبح بفرجيكم اياها على ضوء مع درون وكل شيء. رح نرجع نفوت على الاوتيل، نفوت على الكافيه نشوف اذا بنشرب شيء سخن، والعشاء بعد شوي بعد شي ساعه بركي. هن بالضيعه على السبعه هلا ما بيروحوا على المطاعم، يمكن في ثلاث اربع مطاعم كانوا مسكرين، يمكن بيفتحوا غير وقت. يلا beautiful beautiful. كيف صرنا هون؟ صرنا هون لانه it's meant to be، وكل شغله عم بتصير بالسفره واللي قبله واللي قبله. نحن هيك من ايمن ساعه القدر بده يظبطها بيظبطها، ودائما فاتحه والحمد لله. كنا رايحين على مطعم ما قابلنا، فتشنا اثنين على جوجل مابس، واحد طلع مسكر وجينا لهون. مبين كبير بس هو كثير صغير لانه عائله. الدموزيل او المدام هي تعمل سيرفيس وضحكتها كثير حلوه. بيا بالمطبخ أكلاتهم مثل بولونيزي ورافيولي وإشياء بتقولوا أنه بس بالبيت. فهمنا كل المنيو، ضيعة اللي نحن فيها ما فيها بساينة عاتبة على الآخر. وإذ وصلنا لهون طلبت رافيولي على طريقتهم، عند أمشور رح يكون منيحة. طلبت لأول مرة ورق عنب وكتير محمس أن أكلهم ودوقهم مع يوغرت. طلبنا بولونيزي، قالت لي بس مانا تليانية هوم ميد. قلت لها بديها هوم ميد، يمكن بتسكرنا بستة. وماركن عباله دسير ومطاله دسير، بس رح تاكل معي رح تنبسط ورح تشوف. رح نفوت دغري هون ورح ندوق الرافيولي. تخيل، واو اف مومنت اوف سايلنس، لانه مش معقول. مارك تخيل عندك شقفة عجينة بيخة فيها حلوم مالح مرشوش عليها بارميزان. عم بتخيل منا الدنتي وقاسية مثل نيوكي هالتكستشر، بس سوبر طيبة مش معقول. فيها نفس، فيها حموضة، فيها ملوحة، فيها احساس. وقبل ما نقضي على هول طلبنا وحدة قاطع يعني مع رز وبندورة، ووحدة مع لحمة. واللحمة عندهم دايما again and again، هيدا هو البلد، بلد الخنزير، and we love it. ورق عنب. هلا أنا ما تلالي دسير، بس إذا بتشوف الفرحة وجهك دسير تبعنا وصل. هل قد الولد مبسوط؟ ولا الورق عنب اللي رقاق لدرجة، الرزات المطبوخين ومش ملبسين، الورق عنب يلي كتير كتير شفية ما بيعرفوا يعملوه، حبة كبيرة قصيرة محشية، وعندهم لبن هون لبن حامض عن جد. اللبن طيب هون، اللبن حامض. ورق عنب إن كان بلا لحمة او ماي جودنس. ما تغير شيء بس لنصرنا بالضياع، لأنه صرنا بالضياع، لأنه من قلبهم، لأنه عيلة، لأنه أوف أوف. طب شو بدي أفسر؟ شو بدي أخبركم؟ في ناس بتقول ما هن زيت التشبيه دايماً. شو بدي أخبركم؟ مكوناتها كيف اشتغلها؟ شو بدي أخبركم؟ وجهي بيحكي إذا طيب أو لا، بيحكي إذا خارج أو لا، بيحكي إذا حد لازم تحطوه على الليستة أو لا. الأكل ناس بتعمل أكل، المكونات الكل بيجيب مكونات من عند زيت السبلاير، بيجيب بصف الكاميون منزل الغراض. وبعدين في فن، في سحر، في احساس مش مما كان بسيبهم.
انا بدكم تتفرجوا ما كريس ريستورنت تعرفوا 100% لانه اللي عم بيعملوا beyond words can describe. بذكركم انه تغدينا من ساعتين ونص. ما عندهم دسير بس عندهم مربيات. مربيات عندهم نحن بنلاقيهم اكزوتيك مربى مثل الجوز هون موجود بالمكان، مثل البطيخ هون موجود بالمكان. الجوزة هي وخضرة هي وصغيرة هي وعم تتكون هي وقشرتها بعدها شوي خفيفة. من برا قاسي مثل البطيخة بس ما بتقرش، ما فيه شيء قاسي، بتشرب القطر من أطيب شيء عندي. البطيخ بطيخ الأبيض تبع البطيخ يعني ما بينكبه، يعني بيأكلوا أحمر من جوا بيجوا بيتكوا القشرة. Oh my goodness. ما ورد ما زهر. طعمة بارفان. هيدا المحل اللي مبين كتير كبير مثل ما شايفين، في عائلة بي ام وبنتهم. تخيلوا اي ما بتعرفنا اول مرة، انبسط بضحكتنا، انبسط بعدتنا، وصلت ادفع قلت لي لا ما بدي اقبض منك. قلت لها مش معقول ما تقبضي مني، قال بلا ما بدي اقبض منك. هالقد اكيد ما قبلنا وجعنا دفعنا، بس كان ضروري خبركن ما بيستاهلوا زيارة أكيد. كرامة، حبوبين، مهضومين، قراب على القلب، وقلبنا جابنا لهون. جريت. يمكن على بقيين ليلتين هون، يمكن نرجع نعملهم زيارة، ما بيعرف. Good night.